هذه المونستيرا ما شاء الله تبارك الله لعميل عندي. كانت هي في حوض صغير وتم نقلها إلى هذا الحوض ما شاء الله تبارك الله حجما أكبر تقريبا الضعف في الحوض اللي كانت موجودة فيه بالإضافة إلى الصحن. طبعا هي ما شاء الله تبارك الله نشوفها 1 2 3 أفرع، فاحتاجت إلى تدعيم. دعمناها بالعمود الأول، دعمناها بالعمود الثاني، ودعمناها بالعمود الثالث. طيب، هي النقطة اللي كنت أنا حابب أوجهها، في حال شفت نباتك بهذه الطريقة، شوف الأطراف إحنا لسه ما نظفناها، شوف أطرافها كيف للأسف بهذا الشكل، محروقة بهذا الشكل، ثق تماما عندك نقطتين اثنين، العطش ودرجة حرارة الغرفة اللي موجودة فيها. في حال إنك أنت بتعطش نباتك بتوصله لدرجة عطش عالية مع الحرارة بيحصل في الورق بهذا الشكل، فأنا لا أنصح أنك أنت تعطش نباتك أو تحطه في درجات حرارة عالية. بصراحة الشيء الثالث كذلك بسبب ضيق الحوض، فجذورها بدأت تتعفن في الداخل. للأسف ما أسعفنا الوقت أنه إحنا بنصورها وإحنا بنخرجها من الحوض، لأنه بتكون أيادينا متسخة وزي ما أنت شايف، فما عندنا المجال أنه إحنا نصورها. عندك 3 نقاط: العطش، درجة حرارة الغرفة العالية، الحوض إذا كان ضيق على جذورها، فهي كانت جذورها جدا كثيفة. طبعا إحنا اللهم لك الحمد والشكر أزلنا عنها الأوراق الصفراء، عشان أنت بتجيبها أساسا ديكور عندك في المنزل، فأنت حابب أن تشوف لونها يكون أخضر. بالإضافة هذه الورقة أنا بصراحة قيدها مشوهة تماما، فأنا حأزيلها إزالة كاملة. طبعا اللي يتابع الفيديو تبعنا للنهاية حيستفيد من نقاط كثيرة. طبعا احنا الان هنبدأ نرشها بمبيد حشري. شوف الرش من فين يكون، شايف كده الرش يكون داخل الاوراق بهذه الطريقة، على التربة نفسها، على الحوض نفسه. هذا اذا حبيت انك انت ترش مبيد حشري على الاوراق، هذه نقطة. هقول لك نقطة كمان بعد الرش عشان الصوت. طبعا تخلصنا من هذه الورقة والآن هي سارت في أمان بعد المبيد الحشري. طبعا ذكرنا قبل كده إيش هو ده المبيد الحشري، اللي هو مبيد حشري جهازي خاص بالبق الدقيقي وبالعنكبوت وبالثربس بجميع أنواع النباتات أو عفوا الحشرات. فهي ما شاء الله تبارك الله الآن في سلام. طيب النقطة المهمة اللي قلنا إنك في حال نقل النبات إلى تربة جديدة، الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء إشباع هذه التربة بالماء، ولكن الآن إحنا ما نقدر نعطيها ماء، هيصير وزنها ثقيل لأنها هتنتقل من عندنا من المحمية إلى منزل العميل. فإن شاء الله توصل عنده هو بسلام ويبدأ هو بإذن الله يسقيها، وذكر الله واجب.